وعندي لكم خبر رائع اليوم. بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد، اليوم لدينا القدرة وبالفعل صنعنا أول رقائع ذكية في المملكة العربية السعودية بأيدي سعودية وبعقول سعودية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية. هذه الرقائق الذكية اليوم، الشيبس هذه، عندها قوة معالجية أكثر من 60,000 ضعف اللي شفناه في رحلة الإنسان للقمر، واليوم موجودة في جوالاتكم الذكية، وأيضاً تستخدمها جميع الشركات العملاقة.